اهلا وسهلا، مرحبا بكم في المعرض المغربي بأبو ظبي. هنا عندنا زواق المعلم اللي كيتسمى الخنجر من مدينة طنجة. عندنا تطريز بالحرير الذهبي اللي كنسميوه حنا السقلي، وهنا عندنا عود زواق المعلم اللي هو ميكس بين ابليكيشنز وبين خدمة هي بالفوليوم بالحرير وبالحرير الذهبي. نمشيو للجهة الاخرى، هاد القفاتن هادو كلهم عصريين ولكن الانسبيريشن من التطريز الزمني. دا حتى هو حتى الكات قدام لاصقه في الجسم، دونك كله هاد التطريز هذا راه هو عصري ولكن كله انسبايرد من التطريز الزمني. اجيو هاد الديزاينر، هادي سارة شريبي قدمات تطريز اللي هو كيشبه لشي حاجه من العشرينات ار ديكو، وكيشبه للسفيفه اللي عندنا في القفاتن كلهم كما عندي انا هنا كما كاين هنا، ولكن ماشي سفيفه، هذا كله هيت اند بيت. عندنا مفاجاه اخرى، هاي جيرلز، بغيت نوريكم سلمى لابسه قفطان كله مطروز خيط الحرير كل الوان. كندخلكم شي بلايص سبيسيفيك في اي بي فيزيت. وفحال شنو كانت لابسه سلمى، عندنا هنا عاود قفطان كله مطروز من باك اند فورد بخيط الحرير مالتي كولورد. القفطان فيه فولاغ مخيط معاه، انتجريتد فولاغ. حتى هو هذا التريز هذا فيه بحال دابا هنا مودرن بيسز ما عرفتش نسميهم، ولاني هادشي كله ما كانش في زمان. عجبكم هادشي؟ ايوا اجيو زورونا، مرحبا بكم في المعرض المغربي بأبو ظبي. باي.